هذا حق أصيل للاتحاد المصري لكرة القدم. طيب أنا بأكد لسيادتك إن اختصاص إصدار العقوبات في هذا الشأن بالنسبة للاعب المخالف والتحقيق معاه بنص اللائحة الأساسية اللي محمد بيه بيتبعها في اتحاد الكورة، المادة 66 فقرة ب بتقول إن الاختصاص للجنة الانضباط مش لاتحاد الكورة. أدي نمرة واحد، ده كلام القانون بقى. اتفضل. نمرة اتنين، هو أنت النهاردة بتحولني للجنة الانضباط عشان تحقق معايا وتديني عقوبة عشان ايه بالظبط؟ عشان حضرتك اللي تديني عقوبة في الاخر، ولا لجنة الانضباط هي اللي تديني العقوبة؟ المفروض يصدر القرار من لجنة الانضباط نفسها، ما يصدرش القرار من مجلس اتحاد الكورة. نمرة ثلاثة، محمد بالمشطة بيقول ان هو كان منتظر اذا كان محمد الشيبي هيتصالح في الدعوة الجنائية اللي امام القضاء الجنائي عشان الموضوع ما يبقاش فيه مخالفة. هو انت بتعاقب محمد الشيبي عشان صدر حكم جنائي ضد الكابتن حسين الشحات، ولا بتعاقب محمد الشيبي اصلا عشان لجأ للقضاء الجنائي؟ المفروض ان انت بتعاقب محمد الشيبي ومن وجهة نظره على اساس انه خالف اللوائح بتاعة الفيفا ولوائح اتحاد الكورة، انه لجأ للقضاء بصرف النظر عن انه كان اصطلح او ما اصطلحش. الراجل ده من وجهة نظرهم انه مخالف. انت لكن القرار عشان عندك نشوف محمد الشيبي هيصطلح ولا لا، ولما محمد الشيبي ما يصطلحش وحسين الشحات ياخد حكم، ففي الحالة دي خلاص هنا اصبح مخالف للوائح ومخالف للوائح الفيفا ولوائح الاتحاد فيصدر بشأنه القرار. بصراحة يعني انا مستاء جدا من اللي حصل ده، وانا مضطر اسفا اني اصعد الامر واتخذ كافة الإجراءات القانونية من التظلمات. أنا هعمل التماسات وتظلمات للجان المختلفة في اتحاد الكورة، لأن أنا شايف إن اللي حصل ده فندم تغول باللفظ كده، تغول على لجنة الانضباط باعتبار أن هذه اللجنة هي لجنة قضائية مستقلة في قراراتها اللي بتصدر بخصوص هذا الشأن، وبالتالي ما ينفعش اتحاد الكورة يصدر هذا القرار بالمخالفة. اللي خالف اللوائح هنا مش محمد الشيبي، اللي خالف اللوائح هنا اتحاد الكورة لما أصدر عقوبة على اللاعب بإيقافه 6 ماتشات و100,000 جنيه. فأنا هتخذ كافة إجراءات القانونية حتى وإن يعني وصلت إلى أن أروح محكمة الكاس، محكمة التحكيم الرياضي الدولي. وبعد إذن سعادتك يا فندم، هو بيتكلم على بعض الأمثلة، يعني بيقول محمد صلاح لما اتضرب ما حصلش مش عارف إيه والكلام ده، الأمثلة دي لا، في أمثلة كتيرة جدا على مستوى العالم يا فندم، وحصل فيه مساءلات تأديبية وقعت عليه من الاتحادات. ما هو في فرق ما بين المساءلة التأديبية للاعب أو الإدارية والمساءلة الجنائية. المساءلات التأديبية أو الإدارية دي بتخضع لإشراف ورقابة اللوائح الموجودة في الفيفا ولوائح الاتحادات، إنما المساءلة الجنائية بنص المادة 58 اللي حضراتهم بيستندوا إليها، الحظر اللي موجود في استثناء منه، الاستثناء اللي موجود في المادة دي إذا كانت المسائل لا تخضع ولا تقبل للتحكيم، وبالذات المسائل الجنائية. لأن المسألة الجنائية، ما هو لو واحد موت واحد مش هنقعد نقول أصل اللي موته ده يقعد 3 ماتشات ولا 6 ماتشات، ده هنا في جريمة جنائية حدثت. المسائل الجنائية بنص المادة 58 من لائحة النظام الأساسي للفيفا اللي السادة الزملاء بيستندوا إليها في فقرتها الثالثة، بتستثني من هذا الحظر المسائل التي لا تقبل التحكيم. طيب ومنها المسائل الجنائية فهي بتخضع لإشراف وسلطات التحقيقات المحلية. ماذا عن رد فعل نادي بيراميدز بعد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم؟ نعم فندم، نادي بيراميدز رد فعله ايه؟ انا ماليش دعوة بنادي بيراميدز دلوقتي، انا محامي محمد الشيبي، انا ايه دخلني في نادي بيراميدز؟ انا قصتي كلها مع محمد الشيبي على فكرة، انا ماليش اي دور مع نادي بيراميدز. كل شغلي مع الكابتن محمد الشيبي، ولا النادي هو اللي خلى حضرتك ترفع حضرتك محامي محمد. انا فهمت يا استاذ هاني وعايز حقي في هذا الامر. انا حاسس ان حقي اهدر وكرامتي اتهانت قدام الدنيا كلها، الناس كلها شافتني وانا بتهان وانا بتضرب وانا بيتسبل الدين. فانا خدت اجراءاتي القانونية بعد دراسة دقيقة جدا، من خلالها تيقنت تماما
تماما بما لا يدع مجالا للشك بان الحظر المنطبق في الماده 58 في استثناء منه، وده اكده على فكره ناس كتير قوي من الخبراء في اللوائح التحكيم. وانا عايز اوضح جزئيه في الاخر كده خالص يا فندم. طيب عشان نروح لمحمد بيه جدا كتيره جدا على مستوى العالم خدوا جزاءات تاديبيه من الاتحادات بتاعتهم، وعلى الرغم من ذلك خدوا احكام جنائيه غير المساءلات التاديبيه. وبالتالي في فرق ما بين المساءلة التأديبية للاعب وما بين المساءلة الجنائية للاعب، ده اللي انا عايز اوضحه بس. طيب هاني بيه بكري بشكرك، وخلي حضرتك معايا لو احتاجنا ترد. محمد بيه المشط اتفضل، وبعد كده هروح لاشرف بيه عبد العزيز كمان. اتفضل محمد بيه المشط يا فندم. أنا